ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض مخلل الزيتون الاخضر. انا هعمله عشان اشيله رمضان. معايا كيلو من الزيتون الاخضر العزيزي مش التفاحي. التفاحي بتحسيه شبه التفاحه الصغيره كده، لكن العزيزي تلاقيه طويل ومبطط شويه من الجنبين. اول حاجه، اول ما جبته لازم بغسله كويس قوي، وبعد كده نقعته في ميه لمده ساعه عشان كل الاتربه اللي عليه والشوائب اللي عليه تنزل، زائد التاكيد نظافه يعني. بعد كده بتنقيه كويس عشان لو في واحده بايظه او اي حاجه ممكن تبوظ لك المخلل كله، فبتنقيه وتخليه السليم بس هو اللي بتحطيه، لكن يعني في اي بقع من الجنب او حاجه صفرة زي دي كده مثلا لا ما ينفعش. بعد كده بتشقيه كده من الجنب بالشكل ده. لو عايزه تخزنيه لفتره طويله وما تفتحوش من الجنب، سيبيه سليم زي ما هو. كده الزيتون بعد ما فتحته من الجنب كله، ولو قابلتك اي زيتونه فيها بقع بني او كده لا شيليها على طول. بعد كده هغلفه كله بالملح، لو عندك ملح خشن يستحسن. فايده تغليف الزيتون بالملح عشان المراره اللي فيه تنزل، ميبقاش فيه طعم مراره. كده غلفناه خلاص، هنغطيه كويس قوي وتحطي فوقيه اي حاجه تقيله عشان تكبسه. هنسيبه بالشكل ده كده لمده 4 ايام لحد ما تلاقي الميه كلها بتاعت الزيتون نزلت تحت كده، وهتلاقي لونها غامق، فدي بتبقى المراره بتاعته. هحط عليه حاجه تقيله واغطيه واسيبه لمده 4 ايام. بعد 4 ايام هبقى ارجع لكم تاني. دلوقتي ده الزيتون بتاعنا بعد ما سيبناه من 3 ل4 ايام في الملح، ودي كل الميه اللي نزلت منه. الميه دي كلها عباره عن المراره اللي كانت فيه. الخطوه دي لو ما عملتهاش هتتخلي العادي بس الزيتون هيبقى فيه مراره. هنقله في حاجه تانية دلوقتي عشان لازم اضيف عليه ميه سخنه، وما ينفعش الميه السخنه تتضاف وهو في البلاستيك عشان غلط. هو شكله دلوقتي دبلان، بس اول ما يضاف عليه الميه السخنه وتكون ميه مغليه هتلاقيه رجع تاني زي الاول. المقادير بقى اللي هعمل بيها المخلل نفسه: ميه متدوب فيها 4 معالق كبار ملح، ولازم تدوبيهم كويس قوي، كوبايه عصير ليمون، زيت وخل. هسيبه يتنقع فيها شويه حوالي من 5 ل10 دقايق. دلوقتي سبت الزيتون يتنقع شويه في الميه، الميه السخنه، وبعد كده شطفته كويس وهبتدي بقى اضيفه في البرطمان. هتلاقي شكله دبلان شويه، بس لسه لما اضيف عليه باقي المكونات وتحطيه في البرطمان هتلاقيه لونه رجع تاني زي الاول. وتضغطي جامد تكبسيه كله في بعضه، وقشر الليمون اللي عندك هتضيفيه فوق كده عشان تكبسيه بيه. بعد كده هضيف عليه محلول الملح، بس ما تحطيش الكميه كلها عشان لسه هتحطي ليمون والزيت والخل. بعد ما ضفت الليمون هضيف الزيت، الزيت ده يعتبر ماده حافظه ليه. دلوقتي خلاص ضفت كل المكونات على بعضها، لازم تغطيه كويس قوي عشان ما يدخلوش اي هواء. كده يكون خلصنا مخلل الزيتون. هتسيبيه مقفول من شهر ل40 يوم، بعد كده تقدري تاكليه منه. انت هتسيبيه 3 ايام بالشكل ده، وبعد 3 ايام التانيين تقلبيه الناحيه التانيه كده، وتسيبيه كده لمده 3 ايام كمان عشان الملح والخل والليمون اللي احنا ضفناهم يوصلوا للزيتون كله. وهتكرري العملية دي كل 3 أو 4 أيام. أتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو أنت أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.